محشش فك باب بيتهم وراح يصلحه. اجا واحد وساله: انت ليش ماخذ الباب معك؟ قال له: عشان اصلحه. قال له: طيب ما بتخاف يسرقون بيتك؟ قال له: يا حمار، الحرامي كيف راح يدخل البيت والباب معي؟ مرة شاب راح يخطب بنت، فسألوه بيت حماه: شو عندك يا ابني؟ رد عليهم وقال: عندي 10 سيارات و10 طيارات و10 بيوت مأجرهم للأجار، وعندي شي 5000 دولار بالبنك، بس عندي مشكلة وحدة يا عمي. رد عليه وقال: شو هي مشكلتك يا ابني؟ مشكلتي بكذب كتير. Is anyone here a doctor? I'm a doctor. What's going on? He's having a heart attack. I'm a doctor in philosophy. He's going to die. We're all gonna die. دخل شاب إلى السوبرماركت لشراء بعض الأغراض، فلفت انتباهه امرأة تتبعه أينما ذهب. توقف قليلا واستدار إليها ثم قال لها: ما الخطب يا أمي؟ فقالت: لا أعتذر لك، لكنك تشبه ابني المتوفى كثيرا، وكلما نظرت إليك أحسستك هو، وعندما قلت كلمة أمي شعرت بدفء في قلبي. فقال الشاب: لا تحزني يا أمي، هذه سنة الحياة، وما هي إلا لحظات حتى بدأت عيناها تدمع فقد أثرت فيها كلماته. فقالت له وهي ذاهبة نحو الباب: أيمكنك منادات أمي للمرة الأخيرة؟ فقال الشاب بصوت عالي: أمي. فلم تلتفت إليه، فنادى بصوت أعلى: أمي أمي. فالتفتت إليه مودعة إياه بيدها. تأثر الشاب كثيرا بهذا الموقف، ولم يستطع استكمال مشتريات. بعد دقائق توجه ليدفع ثمن أغراضه، فقال له المحاسب: مجموع المشتريات 20,000 خاصة بك و50,000 خاصة بالأم، حفظها الله. قال الشاب: أي أم؟ قال الموظف: تلك التي كنت تناديها قبل قليل، فقد قالت لي ابني سيدفع. فأغمي على الشاب ونقل إلى المستشفى،